الثانية في قسم هندسة تقنيات الحاسوب في كلية المصطفى الجامعة. السلام عليكم. بالمحاضرة السابقة أخذنا الكونستراكتر والاند ديستراكتر، وعرفنا أنهما عبارة عن سبيشال فانكشن، دوال خاصة تستدعى. الكونستراكتر يستدعى أثناء توليد الأوبجكت من الكلاس، وأيضا ديستراكتر يستدعى أثناء إنهاء الأوبجكت، سواء عند نهاية بلوك معين أو عند انتهاء البرنامج. فتعرفنا على الكونستراكتر والديستراكتر. اليوم راح ناخذ نكمل موضوع الكونستراكتر والديستراكتر. أيضا راح ناخذ الفانكشن أوفرلودينج بعد الكونستراكتر والديستراكتر، وأيضا راح نتعرف إنه شلون راح نقدر نسوي كونستراكتر أوفرلودينج. في البداية نكتب برنامج مالتنا. ونعرف كلاس. عرفنا طريقة تعريف الكلاس، كتابة الكلمة المحجوزة كلاس، بعدها اسم الكلاس ليكون ماي كلاس، أيضا بداية ونهاية الكلاس، وما ننسى دائما نهاية الكلاس تكون ينتهي فار زمن قوطة. بعدها نعرف الممبرز اوف كلاس، سواء بالنسبة للفاريبلز أو الفانكشنز. على سبيل المثال عندي انتجر x والy، وهذا بعدها نعرف أي function نقدر نعرفها. اليوم راح نقتصر على تعريف الconstructor وأيضا الdestructor. بالنسبة للconstructor والdestructor عرفناها بالمحاضرة السابقة. اليوم لأنه بناخذ نتعرف شلون راح يستدعى تلقائيا الconstructor بأكثر من طريقة، فراح نكتب الconstructor فقط. فالconstructor قلنا يحمل نفس اسم الكلاس، ميزته إنه يحمل نفس اسم الكلاس. ايضا ما يرجع اي قيمه، فبالتالي ما يصير نكتب له output value او output type لانه هو ما يرجع قيمه. يبقى البارامتر مالته، اليوم راح نتعرف شلون نستدعي كل constructor حسب البارامتر مالته وباكثر من طريقه. فنكتب الconstructor اسم الكلاس مالتي ماي كلاس، اذا الconstructor ايضا ماي كلاس. افتح الاقواس بدايه ونهايه، وبعدها اكتب الكود اللي اريده يتنفذ اثناء توليد الاوبجكت، لانه اتفقنا ان الكونستراكتر هو عباره عن داله خاصه تستدعى اثناء توليد الاوبجكت. وبهذا تختلف عن الداله العاديه او الفانكشن العاديه اللي هي يجب استدعائها ليتم تنفيذ الكود اللي بداخلها. فعندي الماي كلاس، هذا الكونستراكتر، نكتب داله طبيعيه بسيطه the object is initialized، فقط هذه. هنا صار عندي هذا الماي كلاس، عفوا اند لاين، هذا صار عندي الكونستراكتر. الان كملت، كتبت الممبرز اوف كلاس، خلصت الكلاس. اجي للمين فانكشن، بعدها هنا نقدر نعرف كلاس ليكون كلاس. اكيد اكتب اسم، نعرف الاوبجكت، عفوا نكتب اسم الكلاس اللي راح يتبع لهذا الاوبجكت او ينتمي له، وياخذ كل العناصر اللي بي كنسخه له. فعندي ماي كلاس او بي جي 1، هذا صار عندي اوبجكت اتعرف داخل المين فانكشن. الان ننفذ، قبل التنفيذ نحفظ هسه ننفذ.
هنا عندنا خطأ حرف، سننفذ. هنا لازم تكون بالبابليك، اتفقنا انه اللي اريد استدعيه من خارج الكلاس لازم يكون من ضمن الجروب البابليك. فهسه تعرف عندي اوبجكت اللي هو OBJ1، وبالتالي صار استدعاء تلقائي للكونستراكتر، والكونستراكتر يحتوي على هذا الكود فقط اللي هو the object is initialized. هسه راح نخلي متغيرات داخل كبارامتر الكونستراكتر، ليكون انتجر اي، هنا الانتجر اي، وراح نتعرف شلون لما نولد هذا الاوبجكت شلون يتعامل ويا هذا البارامتر اللي يجب اعطائه للكونستراكتر. هنا نقول اكس يساوينا اي، سي اوت اكس. هنا اثناء توليد الاوبجكت راح نعطي قيمه initial value للمتغير الاكس عن طريق الكونستراكتر. صار عندي الكونستراكتر يحتوي على بارامتر من نوع انتجر واحد، بالتالي هنا الاوبجكت. فهسه راح نتعلم طريقه استدعاء او طريقه اعطاء هذه القيمه لهذا البارامتر للكونستراكتر، لانه احنا عرفنا الكونستراكتر ما راح نستدعي، انما هو يستدعى تلقائيا اثناء توليد الاوبجكت. بالتالي عندي طريقتين، يا اما الطريقه الاولى اخلي المتغير بعد استدعاء، بعد كتابة اسم الأوبجكت أفتح قوسين وأخلي قيمة المتغيرات أو البارامتر اللي يحتاجها الكونستراكتر. فعندي بارامتر واحد، إذن أنطي قيمة ليكون 4، فصار عندي توليد أثناء توليد الأوبجكت راح نصير قيمة للأكس اللي هي 4. ننفذ. الآن نشوف the object is initialized وطبع لي قيمة الأكس اللي هي 4. الطريقة الأخرى هي كالتالي، أكتب الأوبجكت وراها يساوي، بعدين أكتب اسم الكونستراكتر وأنطيه القيمة مالته. هذه الطريقة مثل الطريقة السابقة، أيضا ننفذ. أيضا اشتغل البرنامج بنفس الطريقة. فهذه طريقتين للتعامل مع الكونستراكتر اللي يحتوي على بارامتر. إذا صار عندي أكثر من بارامتر طبعا نفس الطريقة، فقط أخلي البارامتر اللي يحتاجها الكونستراكتر. وعندنا طريقة أخرى، طريقة خاصة، عندما يكون البارامتر، عدد البارامتر للكونستراكتر هو واحد فقط، بارامتر واحد مثل هاي الحالة اللي عندنا هو انتجر اي، يعني بارامتر واحد فقط للكونستراكتر، أقدر مباشرة أكتب قيمة هذا البارامتر اللي راح نعطيها للكونستراكتر، وبالتالي راح ننفذ ونشوف. تنفذ البرنامج مالتنا بنفس الطريقة. هذه الحالة هي حالة خاصة عندما يكون عدد البارامتر للكونستراكتر هو واحد فقط، ولا تستخدم إذا كان عدد البارامتر أكثر من واحد. خلي نسوي البارامتر مالتنا أكثر، هنا انتجر بي، وخلي ننطي البي للواي. بالطريقة هذه ما أقدر أكتب الأربعة أو قيمة أخرى عند الاستدعاء، لازم أرجع للطريقتين القديمة اللي هي in general، طرق عامة. فهنا أنا أكتب 4 8 وننفذ. نشوف هنا أنا تنفذ الكونستراكتر طبيعي وتولد الأوبجكت، لأنه هنا أنا ما طبعت قيمة الواي. راح هنا أنا نضيف الكود مالتنا ونطبع ايضا قيمة الواي وننفذ بنفس الطريقة. هذه طبعت عندنا واشتغل البرنامج بصورة صحيحة. ايضا نقدر نكتب
بالطريقة الأخرى اللي هي اليساوي، نكتب اسم الكونستراكتر اللي هو نفسه اسم الكلاس، وبعدين نعطيه هذه القيم ونشوف بالتنفيذ راح يتنفذ بصورة صحيحة. أيضا هذه الطريقتين العامة، وقلنا الطريقة الخاصة عندما يكون لدينا بارامتر واحد فقط داخل للكونستراكتر، نقدر نستخدم هذه الطريقة الخاصة. فصار عندنا طريقة خاصة فقط أو طريقتين عامة عند استدعاء الكونستراكتر، حتى أخلي هذا البارامتر مالته وأخليه يستدعى بصورة سليمة. اليوم أيضا راح نكمل مع موضوع اللي هو function overloading. هذا function overloading وراح نعكسه أيضا على الconstructor. بالنسبة للfunction overloading بكل بساطة هو طريقة لاستخدام اسم، طريقة لاستخدام function أكثر من دالة تحمل نفس الاسم، لكن التفريق بينها يكون عن طريق البارامتر مالتها، سواء بالعدد أو التايب، سواء بالعدد أو التايب. خلنا نأخذ مثال، بدنا نكتب البرنامج مالتنا ونشوف راح نعرف أكثر من function لكن بنفس الاسم، وراح نميز بيناتهم عن طريق البارامتر مالتهم. هنا عندي أول شيء function void function 1. هذا الفانكشن 1 هنا ما تحتوي على اي بارامتر ايضا. see out the function has no parameter، هذه الفانكشن الاولى. ايضا عندي فانكشن اخرى تحمل نفس الاسم، لاحظ نفس الاسم، هذا هو موضوع الاوفرلودينج، نفس الاسم لكن نسوي متغير واحد فقط، تستلم single parameter وهنا نطبع قيمة الاي. ايضا ممكن نسوي فانكشن اخرى ايضا تحمل نفس الاسم لكن مع اضافة بارامتر اخر، هنا نقول two parameters هنا نطبع قيمة البي. صار عندي هذا الثلاث فانكشنات تحمل نفس الاسم لكن الفرق بيناتهم هو بعدد البارامتر، هنا 0 بارامتر، هنا 1 بارامتر، 2 بارامتر. ايضا ممكن نفرق بين الفانكشنات عن طريق التايب، يعني هنا نسوي هذه يصير دبل سي، هذه صح متغيرين بارامترين، وهنا بارامترين لكن التايب يختلف، هنا انتجر وهنا انتجر دبل. فبالتالي فرقنا بين هذه الفانكشنات. هذا هو موضوع الاوفرلودنج. هنا هسه راح نطبق ونشوف الاستدعاء لهذه الفانكشنات. هنا the value of c وهنا c. الان
ندخل على المين فانكشن ونستدعي هذه البارامترز هذه الفانكشنات ونشوف شلون راح تعمل. انتجر اي اكس واي وعندنا دبل زد. الان نستدعي الفانكشن فانكشن 1 نشوف لما نستدعي الفانكشن 1 بدون باراميتر او استدعي الفانكشن 1 مع باراميتر واحد اللي هو طبعا هنا منطقيا هنا راح نعطي الاكس نعطي الاكس ايضا مع الواي ونعطي هنا الاكس مع الزد. الان ننفذ هنا بعد التنفيذ بالبداية استدعاء الفانكشن الأولى اللي هي بدون باراميتر واشتغلت the function has no parameter. استدعاء الفانكشن الثانية اللي هي تحتوي على one parameter طبعا the function is a single has a single parameter its value is 6 فهذه قيمة الاكس. بعدين استدعاء الفانكشن الثانية اللي هي تحتوي على 2 parameter من النوع integer صار عندي the function has 2 parameters the value of a is 6 the value of b is 8. بعدين عندي استدعاء أخير باستخدام 2 variable 2 parameter لكن الأول integer والثاني double فاستدعى الفانكشن الأخيرة واللي طبعا the function has 2 parameters قيمة الأول 6 وقيمة السي طبعا اللي هو ال a وقيمة الـ C اللي هي 2.1 اللي هي جتها من الـ Z. هذا هو موضوع الـ Function Overloading وهذا الـ Function Overloading ممكن نطبقه على الـ Constructor أيضا لأن الـ Constructor قلنا عبارة عن Function لكن Function خاصة تحمل نفس اسم الكلاس وما تنطيني أي Output لكن ممكن تستقبل Input وبالتالي ممكن أسوي داخل اكتب داخل الكلاس اكثر من كونستراكتر مثل ما سوينا هنا بالفانكشن. فهنا نرجع الموضوع هذا البرنامج مالتنا الاول ونشوف هنا هذه الماي كلاس ممكن اكتب هنا ماي كلاس ايضا بدون باراميتر واكتب سي اوت object created without parameters constructor. ايضا ممكن نسوي واحد لاخ للماي كلاس كونستراكتر اخر نخليه انتجر فقط اي وهنا نقدر نخلي الاكس يساوي الاي ونسوي سي اوت للاكس بالتالي صار عندي ثلاثة كونستراكتر الاول ما يستقبل اي باراميتر الثاني عنده باراميتر واحد والثالث عنده 2 باراميتر
وهنا نقدر نسوي الاوبجكت مالتنا، الاوبجكت مالتنا هذا بهالطريقة راح يستدعي الكونستراكتر الاول، اوبجكت 2 وانطي قيمة مالتل اكس 3، راح يستدعي الكونستراكتر الثاني وهنا OBJ3 وننطي متغيرين راح يستدعي الكونستراكتر الثالث. الآن ننفذ ونشوف النتيجة مالتنا. هنا لازم نغير هذا ال parameters حتى للتوضيح. الآن ننفذ نشوف النتيجة النهائية. أول شيء صار استدعاء للكونستراكتر الأول واللي هو ما يحتوي على أي باراميتر، بعدين صار استدعاء للكونستراكتر الثاني. طبعا هذه الثلاثة صارت هنا لأنه ما سوينا الإند لاين، هنا نسوي الاند لاين حتى يبين. ايضا نرجع ننفذ، هنا صار هذه الاوبجكت كرييتد وذ ا سنجل بارامتر كونستراكتر، لانه صار استدعاء للكونستراكتر الثاني، وبعدين ثالث اوبجكت صار استدعاء للكونستراكتر الثالث اللي هو يحتوي على تو parameters، وبالتالي طبقنا مبدأ الفانكشن overloading على الكونستراكتر، صار عندنا constructor overloading. لهنا تكون محاضرتنا انتهت. عرفنا بها شلون اكثر من طريقة نقدر نستخدمها اثناء الاستدعاء التلقائي للكونستراكتر عند توليد الاوبجكت، وايضا اخذنا موضوع الفانكشن overloading وايضا طبقناه على الكونستراكتر. شكرا جزيلا.